أحسن الله إليكم. هذا سائل يمني يقول لي عم عمه سوف يحجون العام القادم إن شاء الله، سيأتون من اليمن، الرحلة من اليمن إلى المدينة المنورة، من أين يحرمون علما بأنهم يريدون الحج تمتع؟ يحرمون من ميقات المدينة، من ذو الحليفة، من أبيار علي، يحرمون من أبيار علي، المكان الذي يحرم منه أهل المدينة، لأن حكمهم صار حكم أهل المدينة. نعم.